عسلامة. عسلامة. لاباس عليك؟ والله لاباس شوية مش برشا. ديما نقولوا الحمد لله. الحمد لله يا ربي. كيما نعرفت عديت معنا أكثر من مرة. صحيح. عديد المرات. أي. ديما عندك مشاكل مع جارك. أي. وديما عندك جديد وتطورات. أي. في القضية. صحيح. جديد أنا كي روحت البريود هذه الجرضية بقي مش كيف على الشغب بنتي. أنا تهجمني أنا في الدار أنا وأمي تهجم علينا. ولدها في الليل يلم في العصابات يبدا يبيع لهم في الواحد في الزطله ويبيع لهم في الشراب ونستنجد انا الدوريه يخنقنا يسيب لنا ريحه مخدره نتخنقوا في الدار ودبوسه الغاز هاكا موجوده لهنا صورتها يقرب الكهرباء الذي ليسيزي قبل كان يغطي يتستر معناه يغطي معناه يتستر باش ما يفهموهوش الناس يغطيها بسنادق معناه نتاع دجاج الحاكم هذاك اللي يبيع يمشي يجيب صندوق ولا اثنين يشريهم عند الناس اللي يبيعوا الدجاجه ويبدا يتجول بهم البقعه البقعه في اللحوم الكل في الوحدات ويعامل عصابات مثلا نتاع السرقه نتاع اي حاجه نتاع الترويج يبدا يعمل لهم سكادوهم هما ماهوش يقراوا يمشي بهم حتى الطبرقه زاده غاديك يعني معناها يمسخ في السياحه نتاع تونس يعني هذايا نتاع سوء الجار هذايا مش كيف الشغب نتاعها خاطر عندها شكون يسطر عليه زاده في المحاكم في المراكز يعني ما خذاش ضربة الردع نتاعها معناها لا من المركز لا من المحكمة يعني ديما قاعد يمول من البعيد وما يمشيش خلاص ما يترضعش فهمتي ديما ما تقوي ديما هايج الهيجين على القديم ويقولها حرفيا يقول لي سلم ربي عندي فلان العيادي ذي اي يقول لي عندي فلان العيادي يعني هما كي جيت انا نشوف ثم شخص نهار اللي مشيت انا هزيت الشكاية للسيد وكل الجمهورية هزيت لها الصور اللي تثبت قلت لها وما عامل لنا ويرمي لنا في الأنواع نتاع المشوعين متزير أكعابر هاي كان موجود الكل صورت من تليفوني الحوش نتاعي يعبيه الداخل يبدا يطلع على الكهرباء ولا يجينا تحت احنا شجره نتاع تين كرموس يبدا يلوح عليها لتتعبى لنا احنا الجنينه نلقاها كلها معبي يا اخي ما كلمناهوش احنا اما ولا يهاجم فينا للدار معناها رانا معناها قال امام كيرانا رينيه احنا خطر ايراني انا نصور اي حاجه يعملها نصورها انا بالتليفون ما نكلمهوش نبدا نصورها ولده زاد كيفاش نفيق بي انا في الليل يقول لك ما فاق حد يخلي الناس ما ترقد نص الليل ماضي ساعه يمشي يجيب الاولاد نتاع اللي يعرفهم عصاب يعني الجار هذا مركز معاكم 24 ساعه 24 ساعه من 2006 ونحن نقاسيو منه ما كفاهوش مرض بابا بالبيله نتاع القلب تو بالرسو امي مرضها بوسفير من الصدمات نتاعها يهجموا عليه للدار بالالف واحد مثلا بالنساء بالراجل على الاقل 50 في العائله الفامي مسكنا دواها نشروا لها فيه من برا من الخارج غالي ومهددها بالجلطين تهجم عليها مره وقالها وان هي بنتك مش نعمل كذا وكذا كليم خايب ما نجمش نذكره لك يا اخي انا وقتها ما علموني المواطنين قالوا لي امشي طول توجه للامن مشيت للامن روحوا بيا فرقه العدليه لدارنا ونلقى معناها مرته هذه نتاع سو شدت لي كياس باش نروح بيا انا لدارنا وامي نلقاها وصلت تطلع لها طنسيو يعني تهدد بالجلطه ما هزتها الحمايه والامبولانس هزوها الاستعجالي باش ركحوا لها الدم نتاعها يعني الجار هذايا ياسر مغول علينا وهكا موجود في الشكايه انا باش نصبها غدويكا تو كتبتها باش نصبها للسلطه الكبيره يسطر على عبيد شرشي معناه اكبر معناه اكبر مافيا في الاجرام في معناها في الترويج الكبير في الحاجات المخطره ضربين الناس معناها شلينها في على ساقيها ضربين الامن بسيوفه معناها ساعه تجي هذا الشخص تجيه القوه العامه وديما يخبيه هو جارنا احنا يخبيه يهز الميكله يهز يخبيه في الجبل يهز الميكله نهار كامل يتجول باقي الكهرباء هذيك يتجول بها ديما اسيزي ديما يتجول به نهار كامل وهو مخه كان سارح كان في الشوارع ويجينا احنا يهد علينا تو يمشي يتعب يجي يهد علينا احنا القضايا يعني اللي بيناتكم وين وصلت تو؟ القضايا ما عملوا شيء القضايا يقولوا هو ام حكم اختي او عليك منتم اما هو قاعدين ديما يستروا عليه ما عملوا له شيء يعني ما تحاسب على حتى شيء على شيء احنا مقام يعمل عمل لنا منفذه بالجعاله قالت راكم عملت القذف العلني اللي هو الجار يعني امي سبتها لا سبتها لا شيء امي ما تسبش امراه كبيره وما تراهوش مشوا عملوا لنا زوز ملين ويش انا وامي يعني اش ماتا كي مشيت انا للمحكمه نتاع الناحيه قاموا لي قالوا لي الاشخاص اللي يخدموا في المحكمه قالوا لي
اخي اش عملتي كي مشيتي لرئاسه الجمهوريه؟ شنو عملوا لك؟ عملوش لك حاجه، تمشي الدور وترجع لنا نحن الحكم الكل في يدنا نحن. كذلك حتى المركز زاد يقولوا لي ثاني تمشي ترجعي تحت ساقينا نحن كي نمشي لهم. انا نمشي وهم يطلعوا بالكل كي يتفاجعوا، يبدو ينعتوا بالصبع يقول لها هذه راهي تشكيل تونس. كي كاين تشكيل تونس ماني مظلومه انا، ما خديتوش لي حقي، يلزمني خلت اعلم بكم السلطه المتكلفه بكم انا في تونس. تصوري انت توا يعني انا نمشي غادي ويخنقي ها هو كون كان يتهجم علينا في دارنا هذيا مساكنه كان الناس تديش هذايا الجار هذايا مغول هذايا هو كي راه المراه هذيا جايه مسكنه كانت تشيع في ولادها للروضه ولا في ساعه يجي يتخبى لنا وراه الواحد هذايا ويتهجم علينا في دارنا. انا خايفه امي لا يعمل لها حاجه اغتصاب يا خدي، انا امي وحدها وبابا في الدار، انا نمنع الجار هذايا نحب نطلب من رئاسه الجمهوريه رئاسه الحكومه وزاره العدل يدخلوا ليا بيها جرامي. انا ساكنه في تونس، نخدم هوني مازلت كي جيت وليت البارح يعني مخ غادي ومخ الهوني علاش. وزيد حتى عندي خويا كان بصله عنده جار متناوش وياه عندهم فما ذي المشوعين عندهم واحد الدجل غاديك تحرك المراه هي ورجلها تخو على في الفلوس مشوش يجبدوش الموضوع في القهوه. قال له خويا حتى انت امك على ولاد هذايا يومك انت زاد اخي هي ولت علم النفس تعدي فيها على العباد وتاخذ في الفلوس تنوشوش ياكاك مشو كعبروها الخويا شهدوا كلها ضده قالوا راهو طيح راهو ضرب الرجل هذايا. هما اربعه متدورين في خويا هذايا الرجل هذايا الشخص اختها خيقاضي ناس يقولوا هي بنت عمه وما هو اما هو اخته غير هو حبي يستر عليها وما هو من قبل قالوا اختها هذه قاضيه ومن بعد قالوا راهي تخدم هنا في تونس اي قالوا تخدم في تونس لهنا. يعني كيفاش الدوسي قدر قد ومتسامحين وتوقف هو وخويا خمس ايام مع بعضهم في السجن بالاريجه ومن بعد هو غطي وعليه من بعد كي خرجوا عندها اربع سنين ومن بعد جبدوا الدوسي هذاك وشدوا خويا مسكينه كاك يلقط في خبزه يمشي يبيع مع واحد في شويه دلع باش نشروا دواء بابا نتاع البيله مازال كي مركبه ما عندها ثلاثة شهور ما عندهوش وامي بالجلاطين وبالواحده بس بالمرض الكبده مرضها بوسه في الرجاله ذيلي يتهجم علينا لدارنا خرب لنا دارنا. عندي الصور اللي تو مازال تثبت والسيديات الفرجي تاع الشبيك نحيه مزق لنا الريدو نتاع الشارع امبوليت يعني برشا وبعث لنا واحد يفششينا في بومبا غاز هزتنا الحمايه اضايا كلها يا خويا ما خذاش لنا الامن حقنا كي يعني ياسر يعني الناس قالوا لنا راهي متقويه ضايا راهو عندها شكون راك ما تنجموش تتحكموا فيها ضايا يا خويا قالوا لنا شوفوا حل في تونس يعني تشوف لنا الدوله معاها تشوف لنا حل معاها. قلت لها شوف لنا سكن نقل لي امي وبابا الاخرى حتى ربع العمر اللي قعد خليني الاخر نشم ريحه امي والديا وباش يقتلهم باش نروح نلقاهم مخنوقين وبنجم يقتلها امي وبابا عليهم. هو مهددنا بالقتل هو ولده في النهار يرقد وفي الليل يسرح يا اخواتي يسرع على الزطله ويسرع على الشراب يلم في العصابين بجنب البريل انت يعني كيفاش نعرف في شبابك دبوس الغاز ها هو هو وين هناك يشوف المراضيه مشى انسحب هاجم علينا لقاني انا في 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 دارنا يعني في باب الكوجينه انا تصدمت ما لقيت ما نهز معناها زيد حاجه يد المصالحه قلت باش ندافع على روحي ما ضربنيش ما وقعش عنف. ولد امي صاحت معناها خاطر مسكنا مرعبها من قبل عيط لنا الاجوار يبنوا في المرمى بحذانا قالوا ما نجموش نشهدوا نحن خاطر نحن جايين نخدموا نهار وماشيين على روحنا عم مقاول هذا هاي هاكا هو لهنا هيك المراه وين جايه من هنا هذه المراه كانت وليدها شيعتها من الروضه وهو هاكا انسحب كي شاف المراه خاطر يقول لك تو يشهدوا ضدي وفما كاميرا نتاع القهوه تثبت معناها كي راتها تهجم علينا احنا لدارنا وفما الصوره هذه هاكا هو مرته هذه نتاع سوء زاد هذه تلم لها في العصابات وكيف تعمل فيها حتى نسات تلم فيها نتاع الترويج الزطله تمشي تتجول لطبرقه تمشي تتجول حتى لطبرقه هذه مرته وعندها بنيتها ودخولها من سابي لا رينا عرس لا شيء عندها بنيت عاملين كراهب معناها صغار نهار كامل هما يجي معناها معناها يتجولوا ليل ونهار معناها الحاكم يرقد هم ما يرقدوش يا خوتي عاملين ما في كبيره عصابيت. وعندي التصويره الاخرى نتاع دبوس الغاز يفششينا بالدبوس الغاز وكيما القاشي هذيك يقول لك ما كفاهمش ما ماتوش هيك دبوس الغاز ديما هذه اللي تو مازالت مركوزه لكان امن صحيح يمشي نجم يجبدها دبوس الغاز هذيه هيك في النهار تغطيها بالصل هيك لهنا تنجم تحب تعدي على التليفون تبين اوضح ها هي دبوس الغاز حطتها لهنا ونكرمه ها هي يا اخوي معبي مغطيتها بالصل وتوا كي راتني انا شفتها يمكنش يقالوا لها الاجور راهي صورتها راهي هزتها اللي معناها باش تهبطها لتونس معاها مشيت غطيتها بزربيه وفي الليل تركزها لتحت الشبابك وها هوك لهنا هذا يسدينها عليه مره شنشقني الزطل وهذه يرمي لنا في الاوسخ الانسانيه ها هاي ها هيك لهنا تبان اوضح يلوحنا في الزليز امي مسكنا شاهدت جار عيطت له وفما اذيه نتاع المشوعين ها هيك بالباليت لهنا ما تبانش كعابر
هيك امي مسكنا مره كبيره تبدا تلم فيها. ما نعرفش الصوره الاخرى ما ظهروش بكدا، يمكن نظهرهم لك في التليفون خي. هذه الكعبه هذه ديما يرمي هنا في دارنا، هذه نتاع المشوعين، وكي يرموها حتى عائلتي تبدا تقلق، يقولوا باش نمشوا نهملوا نحن من الدار، ما عادش نقعدوا فيها، ومعناها عملها في دار يعني من التخريب نتاع دارنا، فهمتي؟ وقاعد يجري ورانا يحفر ورا خويا معناها في المشكله هذيا، وقاعد يجري وراه هو خويا يمشي ينصب شويه سلعه مع الجماعه في الواحد، معناها باش يبيع معاه شويه غله ولا حاجه، يمشي يعمر له العصابات ينحو له فلوسه، وهو يهز الفلوس يمشي بها ويخلي خويا في المشكله.